أبدأ. السلام عليكم يا شباب. إن شاء الله النهاردة هناخد محاضرة الأسبوع السابع اللي هي بتتكلم على الرولينج موشن باستخدام، يعني هندرس فيها الأكسليريشن. كنا احنا أخدنا محاضرة الأسبوع السادس وأخدنا فيها الرولينج موشن بس فيلوسيتي، وعرفنا إزاي نجيب الفيلوسيتي بتاعت بوينت لجسم بيعمل رولينج ذات سليبنج، وعرفنا ازاي نحدد مكان الاي سي للسبيشال كيس. والنهارده ان شاء الله هنكمل شغلنا على الرولينج موشن برضو بايه، ندرس الاكسلريشن. زي ما انتم شايفين كده في الاكزامبل دوت، طبعا احنا هنا مش هنحط البيزكس اللي حطيناها في الرولينج موشن في المحاضره اللي فاتت، احنا هنكمل على اللي قلناه المره اللي فاتت، ان احنا عندنا ديسك والديسك ده بيعمل رولينج ويزاوت سليبنج على فيكسد سيرفيس. فلازم نعرف الاتي. نعرف ايه؟ نعرف ان بوينت بي، النقطه اللي موجوده هنا، بوينت بي اللي موجوده هنا، النقطه ديت ان كونتاكت ويز ذا فيكسد سيرفيس، يعني لمسه الفيكسد سيرفيس. بالتالي اكسلريشن نقطه بي هتبقى نورمال على الفلات سيرفيس. طب هي ليه نورمال على الفلات سيرفيس؟ تعالوا كده نشوف. لو انا جيت رسمت، لو انا جيت رسمت الديسك ده وقلت ان الارض ديت فيكسد فلات سيرفيس هنا كده، كل نقطه، كل نقطه على البادي بيبقى ليها كومبوننت اكسلريشن في الاكس وليها كومبوننت اكسلريشن في الواي. كل نقطه الاكسلريشن بتاعتها ليها تو كومبوننت، كومبوننت على الاكس وكومبوننت على الواي، الا النقطه اللي هنا والنقطة اللي هنا. طب اشمعنى النقطتين دول بالذات؟ النقطة اللي هنا لو أنا قلت إن ليها acceleration AX، يبقى كده البوينت دي بعد شوية هتعمل سليبنج، وأنا بقول لك إن النقطة ديت rolling without slipping، يعني معنى كده إن الكومبوننت دوت إيه؟ ما ينفعش يبقى موجود. هيبقى ما فيش غير مين؟ غير الكومبوننت اللي هنا اللي هو AY بتاع البوينت ديت. فلو إحنا سمينا البوينت ديت نقطة B، يبقى انا عرفت من كلمه رولينج وزاوت سليبنج ان نقطه بي ليها كومبوننت اكسلريشن واحد بس نورمال على الفيكسد فلات سيرفس. طيب ايه البوينت الثانيه؟ البوينت الثانيه هي اللي في السنتر. كنت انا قلت لكم قبل كده نقطه ماشيه في ستريت لاين ونقطه ماشيه في كيرف. لو انا عندي نقطه ماشيه في ستريت لاين فلازم الاكسلريشن بتاعت البوينت ديت تبقى كونسايد مع الستريت لاين دوت. طب انت ليه بتفكرني بالكلام دوت؟ بفكرك بالكلام دوت لان نقطه السنتر مهما نتحرك الديسك، على فكره حتى لو كان ويز سليبنج، هتلاقي ان نقطه السنتر ماشيه في الستريت لاين ده. شايفين اللي انا شاورت عليه دلوقتي؟ ده الستريت لاين اللي البوينت هتبقى دايما ماشيه فيه، بيعمل رولينج، فالسنتر دايما على بعد ثابت من مين؟ من الفيكسد فلات سيرفيس. طب يعني ايه؟ يعني اكسلريشن السنتر هيبقى كونسايد مع الستريت لاين ده. تعالوا نسمي السنتر A، يبقى ده كده acceleration نقطة A. يبقى أنا كده عرفت من طبيعة الحركة اللي هنا إن نقطة ال B ليها component acceleration واحد بس normal على ال Y، ونقطة A ليها component acceleration بس موجود على ال X. طبعا لو أنا رسمت السطح مايل، خدوا بالكم كده، لو أنا رسمت السطح مايل بالمنظر ده، إيه اللي هيحصل للكومبوننت ديت؟ تمام، هيبقى عندي acceleration normal على الفلات سيرفيس بالمنظر ده، وعندي كومبوننت بارلل للفلات سيرفيس بالمنظر ده، يبقى ميل السيرفيس مش هيأثر معايا في الكومبوننت بتاعتي. طيب نعمل ايه بعد كده؟ تعالوا كده نمسح ديت ونشوف هنستفاد ايه باللي انا رسمته دلوقتي. احنا اخدنا القانون بتاع الاكسلريشن من بوينت لبوينت، يعني انا كده لو قلت اكسلريشن بوينت بي بيساوي acceleration point A زائد الالفا كروس الار اللي هي مين بقى؟ B over A، B over A minus الاوميجا سكوارد في نفس الار اللي هي B over A. ده الرول الجنرال او الريلاتيف رول اللي بيحسب لي acceleration point بالنسبه لبوينت. خلي بالك ان رسم acceleration A مرتبط باتجاه الالفا، يعني انا لو رسمت الاكسلريشن ناحيه اليمين يبقى اكيد الالفا بتاعتي ايه؟
يبقى كده الالفا بتاعتي كلوك وايز. طب ما تيجوا نسبستيتيوت باللي احنا عرفناه. انت عرفت ايه؟ انا عرفت ان اكسلريشن نقطه البي على الواي، لو انا قلت ان ده الواي اكسس وده كده الاكس اكسس، اصبحت اكسلريشن نقطه البي على الواي بس. يعني هكتب كده اي بي في اتجاه الجي ملهاش اكس ايكوال الاكسلريشن بتاعت بوينت اي، اكسلريشن بوينت اي على الاكس اكسس بس، يعني هتساوي اي اي في اتجاه الاي. طب الالفا، خلي بالكم ان انا راسم الالفا مع الاي اي الاثنين مع بعض بالمنظر ده، والالفا ديت مرسومه كلوك وايز. كلوك وايز يعني هكتب هنا ماينس الفا كي كروس الار. الار ديت زي ما احنا اتعلمنا في المحاضرات اللي قبل كده همشي من بوينت اي لبوينت بي. طب ما هادي بوينت اي وادي بوينت بي، يبقى انا همشي المسافه دي. طب المسافه دي بكام؟ تمام، المسافه ديت بالريديوس بتاع الديسك اللي هو هنديله رمز ايه؟ ار كابيتال. يبقى هنا هيبقى ماينس ار في اتجاه الجي، طبعا ماينس عشان ايه؟ عشان عكس الواي اكس. بعد كده ماينس الاوميجا سكوير، ماينس الاوميجا سكوير في نفس الار اللي هي ماينس ار كابيتال جي. هتقول لي ايه؟ هتقول لي تعالى نساوي الاي بالاي والجي بالجي. طبعا غلط. ايه اللي خلاها غلط؟ احنا قلنا قبل ما نساوي الاي بالاي والجي بالجي تمام لازم نتخلص من الكي، فالكي ديت نشطب عليها والجي اللي هنا نشطب عليها ونكتبها ايه؟ تمام قوي، نكتبها نيجاتيف اي، لان انتوا عارفين من المحاضرات اللي قبل كده ان الكي كروس الاي بجي والكي كروس الجي بنيجاتيف اي. تعالوا بقى نساوي في الجي دايركشن، الجي دايركشن طلعنا بايه؟ طلعنا بان اكسلريشن نقطه بي اللي هي ديت بتساوي مين؟ تعالوا بقى نقرا من هنا الجي بس. الاي اي اي مش تبعنا ديت، ما بقتش تبعنا لان بقت اي. اتفضل مين؟ ماينس في ماينس، اتفضل اوميجا سكوارد في الار. يبقى احنا كده عرفنا ان اكسلريشن نقطه بي كومبوننت واحد بس وبتساوي اوميجا سكوارد في الار. ايه الاوميجا ديت؟ اللي هي الانجلر فيلوسيتي. وخلي بالكم ان هنا دايركشن الانجلر فيلوسيتي ما ينفرقش معايا اذا كان بوزيتيف ولا اذا كان نيجاتيف لان انا بعمل له سكوير. طب تعالوا نساوي في اتجاه الاي دايركشن، تعالوا نساوي في اتجاه الاي دايركشن، يطلع ايه؟ على الشمال زيرو، ما فيش اي خالص. على اليمين في مين؟ في اكسلريشن الاي، وفي كمان ماينس في ماينس في ماينس، تفضل ماينس زي ما هي. ايه بقى؟ الفا مضروبه في الار كابيتال. يبقى معنى كده طلعت من هنا بان اكسلريشن نقطه ايه بتساوي الفا في ار. خلي بالكم ان ده اكزامبل، اكزامبل رقمي، بس انا خليته اكزامبل برموز عشان بعد كده تستخدمه اللي انا هقوله دلوقتي كرول او كبيز تجيبوا بيه نقط ثانيه. يعني ايه اللي انا بقوله؟ يعني انا محتاج حضرتك تحفظ لي اللوكيشنز ديت. ادي السيرفيس بتاعي، محتاجك تحفظ لي البوينت اللي هنا ان الاكسلريشن بتاعتها نورمال للسيرفيس وبتساوي اوميجا سكوارد في الار. محتاجك كمان تحفظ الاكسلريشن بتاعت السنتر، ان انا بصوا كده لو رسمت الالفا بالمنظر ده تفتكروا هرسم اكسلريشن نقطه ايه ازاي؟ ها افتكروا معايا، لما رسمت الالفا كده لما رسمت الاكسجين كده رسمت الالفا كده. طب انا دلوقتي رسمت الالفا العكس، تمام جدا، يبقى انا هرسم الاكسليشن بالمنظر ده. طب هتساوي ايه؟ قال لي هتساوي الفا في ار. يبقى انت كده عرفت مكانين، المكان الاولاني هو النقطه اللي نورمال على السيرفيس وهتساوي اوميجا سكوارد في الار، ونقطه ثانيه اللي هي نقطه السنتر هتساوي ايه؟ الفا في الار. اوعى تنسى كل الكلام دوت لازم يكون ايه؟ رولينج رولينج بس، لا رولينج without slipping، لان غير كده اصبحت الرولز ديت ايه؟ نوت فاليد. لان انا لما جبت الرولز ديت جبتها ديبندد على ان اكسلريشن نقطه بي على الاكس اكسس مش موجوده. طبعا لو انا قلت رولينج with slipping، بصوا كده تعالوا نمسح الكلام ده كله واعرفكم الفرق. تعالوا نقول ان انا رسمت هنا الديسك ده
على ارض فلات، رسمت الديسك تاني على ارض فلات بس انكلاين، رسمت الديسك تالت على ارض فلات هوريزونتال، انت عايز تقول ايه؟ هنا هقول لكم without slipping. طب هنا هقول لكم without slipping. طب وهنا هتقول لنا ايه؟ هنا هقول لكم with slipping. يبقى انا كده عندي ثلاث افكار ممكن تظهر في دماغك. الفكره الاولانيه ان كل المساله رولينج وذات سليبنج على سطح عدل او سطح مايل، اعمل ايه؟ الفكره الثانيه ان انا عندي رولينج وذات ويز سليبنج على سطح، ايه الفرق ما بين الثلاث حالات؟ اول حاجه تعالوا نقول ان الالفا هنا كده، الالفا هنا كده، الالفا هنا كده. طب تعالوا نقول ايه كمان؟ تعالوا نقول ان اكسلريشن البوينت ديت بالمنظر ده، اكسلريشن البوينت دي هتبقى بالمنظر ده، واكسلريشن البوينت ديت هتبقى بالمنظر ده. واضح ان انا هنا رسمت نفس الرسومات، كل اللي عملته ان انا اهتميت ان نقطه السنتر تبقى بارلل لمين؟ بارلل للفلات سيرفيس، فعشان هنا عملتها انكلايند زي السيرفيس ده، يعني لو هنا بيميل بانجل ثيتا تبقى هنا برضو بيميل بنفس الانجل ايه؟ نفس الانجل ثيتا. امال ايه الفرق؟ الفرق هنا هرسم الاكسلريشن بتاعت البوينت دي نورمال، هنا هرسم الاكسلريشن بتاعت البوينت ديت ايه؟ نورمال. هنا الاكسلريشن بتاعت البوينت دي هرسم لها تو كومبوننت، كومبوننت على الاكس وكومبوننت على الواي. بصوا الفرق اهو، هنا نورمال كومبوننت واحد بس، هنا كومبوننت واحد بس، هنا ايه؟ هنا تو كومبوننتس. طب نيجي للرولز، تعالوا نشوف الرولز بتاعتنا هناخدها ازاي. لو كانت دي الكيس بتاعتي هقول هنا الفا في ار، وهقول هنا اوميجا سكوارد في الار. اوعوا تنسوا بقى الار ده مين؟ ده الريديوس بتاع الديسك. طب هنا نفس الكلام، الفا مضروبه في الار، وهنا اوميجا سكوارد في الار. واضح ان مفيش فرق ما بين الحالتين غير ان ميلت مين؟ ميلت الكومبوننتس. امال هنا هتعمل ايه؟ هنا مش هقدر اعمل حاجه. هنا كل اللي عملته ان انا رسمت الاكسلريشن بتاعت السنتر بارلل للسيرفيس، لكن ديت تو كومبوننت، لكن ما اقدرش اجيب ريليشنز ما بين اكسلريشنز السنتر او اكسلريشن البوينت ديت ريليتد لمين؟ ريليتد للالفا. خلي بالكم وهكررها كل شويه. هل انا وانا بحل من ساعه ما بدات الليكتشر دلوقتي، هل جبت سيره الاي سي؟ ما جبت سيره الاي سي خالص. يبقى معنى كده دونت، اهي هكتبها كل شويه، دونت يوز الاي سي ات ايه؟ ات الاكسلريشن. اوعى تستخدم لي الاي سي في الاكسلريشن، الاي سي ايه؟ فيلوستي بس. يبقى انا عشان اشتغل، تعالوا كده بقى نرجع للفايل بي دي اف بتاعنا ده اللي انا كنت عمال اشرحه من الصبح، وفي النهايه وصلت للكومبوننت ده، للكومبوننت دوت. تعالوا كده نجيب القلم. الكومبوننت ده اللي هو الفا في ار، والكومبوننت دوت اللي هو ايه؟ اللي هو اوميجا سكوارد في الار. عايز اقول لكم ايه في باقي الصفحه؟ عايز اقول لكم افكار ثانيه بقى. كنت انا في الويك 6 او في المحاضره اللي فاتت قلت لكم لو السطح بيتحرك، خلي بالكم ان السطح الثابت، السطح الثابت زي السطح اللي بيتحرك بكونستانت سيرفس بالنسبه للاكسلريشن. يعني انا لو جيت عملت لكم ديسك كده على ارض فلات، وقلت لكم ان الارض ديت فيكسد، او الفي بتاعت البليت بتساوي كونستانت، الكلام ده بالنسبة للأكسلريشن مفيش فرق. يعني إيه مفيش فرق؟ يعني أنا هاجي هنا أقول ألفا في آر، وأجي هنا أقول أوميجا سكوارد في الآر، ده باعتبار إن الألفا كده، وطبعًا إحنا بنتكلم على إيه؟ وزاوت، أوعوا تنسوا، إحنا بنتكلم دلوقتي على الوزاوت سليبنج. طيب،
طب لو كان الفلات سيرفيس ده ليه اكسلريشن مش بيتحرك، ما هو بيتحرك اهو وبرضه قلت نفس الرولز، امال ايه الفرق؟ الفرق لو كان واخد اكسلريشن. يعني ايه واخد اكسلريشن؟ تعالوا كده نوضح بالرسم. جيت قلت لكم ان البليت دوت كان واخد اكسلريشن اي بليت، نضيفها ازاي للقوانين اللي احنا حافظينها؟ فاكرين لما كنا بنتكلم على الاي سي وان في سيرفيس بيتحرك كنا بنضيف السرعه بتاعت البليت لكل نقط الديسك؟ نفس الكلام هنا. يعني ايه نفس الكلام هنا؟ يعني انا لو رسمت الالفا كده يبقى النقطه دي لو كان ده كان فيكسد كان تبقى دي تبقى ايه؟ الفا في ار. طب ما انا هضيف للبوينت ديت اي بليت. اي بليت بصوا كده شوفوا معايا، هتلاقوا ان سهم اكسلريشن البليت مع سهم اكسلريشن الالفا في الار، يعني معنى كده ان لو سميت ديت نقطه ايه، ها قولوا معايا كده، تبقى اكسلريشن نقطه ايه هتساوي ايه؟ اجمعهم بالظبط كده، هتساوي الفا ار زائد الاي بليت. طيب بالنسبه للبوينت اللي تحت، انت قلت لي ان البوينت اللي تحت ديت ليها كومبوننت هنا هو اوميجا سكوارد في الار، اوميجا سكوارد في الار. طب وهنا انت قلت لي زيرو، طب هو الزيرو لما اجمعه على الاي بليت يدينا ايه؟ يدينا اي بليت. في واحد اتلخبط دلوقتي بيقول انت مش لسه من شويه قايل لي ان كلمه رولينج وزاوت سليبنج معناها ان النقطه دي ليها اكسلريشن كده لكن ملهاش كده؟ لا، كلمه وزاوت سليبنج يعني النقط اللي لامسه بعضها، النقط اللي لامسه بعضها ليها نفس الاكسلريشن، يعني معنى كده ان البوينت اللي هنا ليها اي اكس لازم تساوي الاي بليت. طب انت ليه ما عملتش كده في من شويه؟ لا عملت، ما انا ليه قلت انها بزيرو؟ عشان كان فيكسد، فيكسد يعني الاكسجين بزيرو يبقى الكومبوننت ده بزيرو. طيب ما تيجي نرسم رسمه تانية، تعالوا نرسم ديسك وتعالوا نرسم الاي بليت زي ما قلنا، وتعالوا نقول ان الالفا كده، ايه اللي هيحصل؟ الفا كده يعني معنى كده ان البوينت ديت ليها الفا في ار معاها. طب ما انا هضيف الاي بليت، ادي الاي بليت، يبقى الاكسجين بتاعتي هتساوي ايه بتاعت الايه؟ اه تمام، هتساوي دي ماينس دي، والاكبر ينتصر. يعني الاكبر ينتصر؟ يعني انا هحسب الاي بليت طلعت خمسة، حسبت الالفا في الار طلعت أربعة. انا بديكم مثال رقمي كده، تعالوا نقول ان دي طلعت خمسة ودي كده طلعت أربعة، خمسة وأربعة لما نطرحهم بعض يدينا كام؟ يدينا 1، بس اتجاهه ايه؟ اتجاهه ناحية الأكبر. لا ده أنا جيت في مسألة تانية قلت إن ده أربعة وده خمسة، إيه اللي حصل؟ الفرق واحد برضه بس في اتجاه مين؟ في اتجاه الألفا بالآر، يبقى الديفرنس هيتخانقوا مع بعض والأكبر هو اللي هيشد الأكسلريشن ناحيته. طب النقطة اللي هنا؟ لا دي مالهاش دعوة، دي ليها كومبوننت أوميجا سكوارد في الآر والاكسلريشن بتاعت البليت هتظهر هنا. يبقى احنا كده اخدنا صفحتين في منتهى الاهميه. الصفحه اللي قبل دي كنت بقول لكم فيها ان انا لو رولينج وزاوت سليبنج ايه النقط؟ لو السطح مايل اعمل ايه؟ ولو ويز سليبنج ما اقدرش اعمل ايه؟ الصفحه ديت بتقول لي لو كان عندي السطح اللي انا بتحرك عليه فيكسد او كونستانت سبيد يبقى ما تاثرتش القوانين بتاعتي بحاجه. لو كان السطح واخد اكسلريشن تتجمع او تطرح على حسب الالفا معايا ولا عكس. يبقى احنا كده حطينا الاساس لمين؟ للتو بوينتس دول. طلعت طب افرض في المساله جاب لي بوينت هنا سماها سي وعايز اكسلريشن نقطه سي، اجيبها ازاي؟ اه تجيبها ازاي؟ ترجع لمحاضره الاسبوع الخامس اللي كنا بنجيب بيها اكسلريشن بوينت بدلاله بوينت ثانيه. يعني مثلا على سبيل المثال هقول اكسلريشن سي بتساوي اكسلريشن ايه من الاي ديت السنتر زائد الفا كروس الار ماينس الاوميجا سكوارد في الايه في الار، وطبعا انا بدات بالسي يبقى سي على ايه، وهنا برضو سي على ايه، واشتغل عادي خالص باللي اخدناه او درسناه في محاضرة الأسبوع الخامس. طيب تعال نشوف
الصفحة اللي بعدها عايزة تقول ايه. ده اكزامبل اللي هو 16.114 بيقول لي ايه؟ رسم لي ديسك، الديسك ده عليه داتا زي ما علمتكم، الرسمة فيها جيفنز والكلام فيه جيفنز. فلو انا بصيت على الرسمة بخلاف الكلام، تعالوا كده نشوفها، هلاقي ان هو رسم ديسك، الديسك ده بريديوس 0.5، هلاقيه كمان، تعالوا كده نجيب القلم، هلاقيه رسم لي ديسك الريديوس بتاعه ب 0.5، وفي الفا ب 8 راديال بير سكند سكوير، وفي اوميجا بتساوي 3 راديان، وحاطط 2 بوينتس. واضح ان المساله ديت لكذا، الرسمه ديت لكذا بروبلم، فهو حاطط 2 بوينتس بس سائل عن بوينت واحده بس. بيقول لي ايه؟ بيقول لي ذا ديسك، ادي الديسك اهو، لازم اوقع اخلي الكلام مطابق للرسم. ذا ديسك از موفينج تو ذا ليفت، تمام فهمنا من الالفا، سوري فهمنا من الاوميجا مش من الالفا، الاوميجا هي اللي بتحدد. such that the angular acceleration alpha بتساوي كذا، يبقى هو اداني الداتا على الرسمه والداتا في الكلام، ومديني كمان الاوميجا بتساوي 3 راديال بير سكند. at the instant shown، في اللحظه اللي انتوا شايفينها ديت، احنا دايما بنسال at the instant shown، ما بنسالش بعد فتره. if it doesn't slip at a، يبقى معنى كده ان هنا ايه؟ rolling without slipping، rolling without slipping، تمام. انت عايز ايه؟ قال انا عايز acceleration نقطة دي. هنجيبها ازاي؟ بصوا كده، رسمت رسمة اتحرك عليه، خلي بالكوا دي المسألة. رسمت الديسك ده اهو، رسمت الديسك ده وقلت ان انا في بوينت انا حافظها. ايه البوينت اللي انت حافظها؟ بوينت السنتر، ومسمي السنتر هنا سي. حافظها ازاي؟ ده اللي انا قلت لكم تستخدموه بقى. انا حافظ ان ده سيرفيس، وحافظ والالفا بالمنظر ده بتساوي 8، يبقى انا حافظ ان اكسلريشن السنتر سي هتساوي الفا في ار، يعني هتساوي 8 مضروبه في الريديوس اللي هو 4 من 10 ولا كام؟ 5 من 10. لما اضرب ده في ده يدينا كام؟ يدينا 4 متر بير سكند سكوير. طب اتجاهها؟ اتجاهها من على الرسمه هي على الاي. بصوا كده، اكسلريشن دي بتساوي اكسلريشن سي من سي اللي انا حافظها، زائد الفا كروس الار ماينس اوميجا سكويرد في الار. ده قانون مش جديد علينا. تعويض، شلت اكسلريشن سي وحطيتها بكام؟ اه تمام اهي، ماينس 4i، 4 وماينس i عشان عكس الاكس. طبعا احنا متعودين ان الاكس تو ذا رايت والواي تو اب. بعد كده الالفا كتبت 8k 8k. طب ليه كتبت 8k؟ لانها انتي كلوك وايز او كاونتر كلوك وايز. كروس الار، بصوا بقى الار اللي بتلخبط ناس كتير مننا لحد دلوقتي للاسف. الار انا كاتب دي على سي، بهمشي من السي للدي. بصوا كده انا مشاور ازاي، همشي من السي، ادي السهم اهو، وهطلع للدي، همشي من السي للدي. طيب مشيت كام؟ هو مديني الراديوس 0.5 بزاويه 45، يبقى كوزاين وساين اهو كاتبها اهي. وخلي بالكم ان انا مشيت مع الاكس ومشيت مع الواي. بعد كده ماينس الاوميجا 3 سكوير في نفس الار. هتلاقوني بقى عملت ايه؟ افتكروا بقى معايا، لما ولا بلاش نكتبها، لما جيت قلت شطبت الكي ديت وشطبت على الاي خليتها جي، وشطبت على الجي خليتها نيجاتيف اي. تالي بعد كده الموضوع خلاص خلص، هجمع الاي مع الاي والجي مع الجي زي ما انتم شايفين. هجمع الاي، كل اللي مضروب في الاي، كل اللي مضروب في الجي، طلعت لي اكسيشن دي كومبوننت اي وكومبوننت جي. لما اطلب منك الاجابه ما تسيبهاليش كده. لما اجي اقول لك هات لي اكسلريشن نقطه دي، ما تجيش تقول لي كذا اي وكذا جي وتسكت. امال اعمل ايه؟ لازم تجيبها لي ماجنتيود، ولازم تجيبها لي كمان ايه؟ دايركشن. تعرف افكركم بحاجه لحسن تكونوا ناسيينها، ان الانجل اللي انا بجيبها بتبقى ما بين الاكسلريشن اللي انا عايز اجيب زاويتها وما بين الكومبوننت اللي اتحط هنا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا قلت ان هي نيجاتيف 10 في الاي،
نيجاتيف 10 في الاي يعني هرسم سهم بالماينس، ونيجاتيف 10 في الجي يعني هرسم سهم في نيجاتيف الواي. يبقى الاكسلريشن نفسها فين؟ ما بينهم. يبقى ادي الاكسلريشن، ادي اكسلريشن نقطه دي. طب الانجل اللي انت جبتها دي ما بين فين؟ ما بين مين ومين؟ ما بين اكسلريشن الدي وما بين الرقم اللي اتحط هنا اللي هو ال 10 اللي هو ده. يبقى دي كده هي الانجل اللي هي 2.02 ديجري، طبعا لان ال 10 هتشد كل الاكسلريشن ناحيتها. ده اكزامبل. عملنا فيه ايه؟ تطبيق مباشر للرول ما بين اكسلريشن بوينت انا عايزها واكسلريشن بوينت انا حافظها. طيب تعال نشوف اللي بعد. تعال نمسح ده كده. قول تعالوا نرجع كده للديسك توب. الديسك توب تعالوا نشوف دي. الاكزامبل دوت اللي هو 16.16 جايب لي سبول. السبول دوت مربوط على حبل وبيتفك وبيقع. بيقول لي the spool shown unravels from the cord such that at the instant shown في اللحظه اللي انتم شايفينها ديت كان بيمتلك الفا ب4 راديال بير سكند سكوير واوميجا بتساوي 3 راديال بير سكند سكوير راديال بير سكند. خلي بالكم ان هو حاطط هنا سهم واحد، يبقى السهم الواحد ده بتاع مين؟ بتاع الالفا وبتاع الاوميجا، عشان ما حدش ينتظر ان انا ارسم سهمين. طب هو انا في مساله ممكن ارسم فيها سهمين؟ اه، لو كانت الالفا والاوميجا واخدين دايركشنز مختلفه هتلاقيني عملت لك كده، عملت سهم كده، عملت قوس كده، وعملت قوس جنبه كده. وطبعا هوضح يعني هقول لك ان ده مثلا الالفا وده مين وده الاوميجا. تبقى انت كده فاهم ان السهم ده بتاع الالفا والسهم ده بتاع الاوميجا. طبعا هنا البادي في الحاله دي بيعمل ديسيليريشن، لكن هنا بيعمل ايه؟ بيعمل اكسلريشن. طب انت عايز ايه؟ قال لي عايز اكسلريشن بوينت بي. حقيقه الكلام دوت قلناه قبل كده في الاي سي في الفيلوسيتي. قلنا ايه؟ قلنا ان انا لو عندي حبل والحبل ده كان فيكسد هنا، يبقى الحبل ده كانه فيكسد فلات سيرفس. بصوا كده، مديت الحبل على انه ايه؟ سيرفس. وادي الديسك بتاعك، ادي الديسك. طيب فين البوينت اللي انت حافظها؟ افتكروا بقى معايا البوينت اللي انا حافظها هو كان مدينا الفا ازاي؟ اه، كان مدينا الفا كده. يبقى معنى كده ان انا حافظ النقطه ديت ان الاكسلريشن بتاعتها، بصوا رسمتها ازاي، بارلل للسيرفس وبتساوي الفا في ار. ده اكسلريشن السنتر، انا مش فاكر حتى كان مسميه سي ولا كان مسميه ايه. يبقى انا هنا رسمت الالفا في الار بارلل لمين؟ للحبل. يعني كل الفكره ان المساله اللي فاتت بس عملتها ايه؟ عملتها فيرتيكال بلين. تعالوا هنا، هو عايز مين؟ عايز اكسلريشن نقطه بي. طب واكسلريشن نقطه بي ديت موجوده فين؟ تعالوا ناخد القلم الاحمر احسن. نقطه بي موجوده فين؟ موجوده هنا. طب وانت حافظ ايه؟ حافظ اكسلريشن الجي. بص التركه الصغيره دي، السبول ده عنده كام ريديوس؟ عنده 2، عنده ريديوس صغير كده 0.5 وعنده ريديوس كبير هو 0.75. معلش بدل ما تبصوا هنا، يعني لو انا رسمت لكم الديسك كده كده وادي السيرفس بتاعنا، وانا قلت لكم ان دي هي الالفا والنقطه اللي هنا هي الفا في ار. الالفا معانا ب4، طب الار بكام؟ الار بكام؟ هل اخد الار بال 0.5 ولا اخد الار ب 0.75؟ حيره. لا حيره ولا حاجه. انت ساند على ايه؟ انت ساند على انهي ريديوس؟ انا ساند على الريديوس اللي هو 0.5. خلاص، يبقى احنا مش شايفين ال 0.7. يعني واحد راكب عربيه وجارر وراه حاجه، انا يهمني مين؟ يهمني العربيه دي. فالعربيه بتاعتي اللي هو الديسك الصغير بيعمل رولينج ذات سليبنج، يبقى انا هضرب هنا في 0.5. خلي بالكم بالله عليكم، لان ديت غلطه مشهوره عندنا، بحتار ما بين التو ريديوس. لكن لو رسمت الرسمه كده، بصوا كده،
الحبل انا حاطه فين دلوقتي؟ على الراديوس ال 0.7. فلو كانت الرسم كانت بالمنظر ده كنت اخدت الراديوس الكبير، يبقى هي مش حيره. انت حاطط الحبل على انهي راديوس؟ يبقى ده الار اللي عندك في القانون. تالي بعد كده الموضوع هو هو بقى، انت جبت ايه؟ جبت اكسلريشن نقطه جي الفا في ار، واضح ان هي عكس الواي. بدات اقول اكسلريشن بي اللي هو عايزها بتساوي اكسلريشن جي اللي انا عارفها، وكملت الرول وعملت تعويض مباشر. ما تنسوش، ها عملت ايه؟ اتخلصت من الكي واتخلصت من الجي، خليتها نيجاتيف اي. بعد كده جمعت الاي مع الاي والجي مع الجي، فاداني 3 اي ونيجاتيف 8.75 جي. جبت الماجنتيود وجبت الدايركشن زي ما قلت لكم ان الانجل ديت هتبقى ما بين الثلاثه والاكسيشن بتاعت نقطه بي. اللي مش هيجيب لي المعلومتين دول هعتبر اجابته ايه؟ ما خلصتش وهنقصه عليه. لما اطلب تاني اكسيليشن بوينت لازم تجيب لي مين؟ لازم تجيب لي الماجنتيود ولازم تجيب لي الدايركشن. طيب تعالوا نمسح اللي احنا كتبناه ريز اون، وتعالوا نرجع للبي دي اف فايل. الاكزامبل ده بيقول لي ايه؟ الاكزامبل دوت بيقول لي، طبعا ادي الرسمه بتاعته. هل هنا محتاج يقول رولينج ذات سليبنج؟ اصل في المسائل اللي فاتت قال. طب هل هنا محتاج يقول؟ قلتها في الويك 6، قلت ان في حاله التروس مش محتاج يقول رولينج ذات سليبنج. ليه؟ لان التروس ديت بتعمل ويزاوت سليبنج غصب عني، فانا متاكد انها رولينج ذات سليبنج. كذلك الحبل ده ما ينفعش يبقى فيه سليبنج لان انا اصلا بتفك من عليه، فلا هنا ولا في الحبل هيقول رولينج ذات سليبنج، انا عارف انها رولينج وزاوت سليبنج لوحدها. بيقول لي at a given instant the gear racks have the velocities، ومديني بقى الفي ديت والفي ديت، ومديني الاكسليشن هنا والاكسليشن هنا، المساله مليانه كل حاجه. طالب ايه؟ طالب اكسليشن بوينت بي. بصوا بي حاططها فين؟ حاطط لي بوينت بي هنا اهي، ادي بوينت بي وادي نقطه السنتر اللي احنا حافظينها. عايز اكسليشن بي، يبقى لازم اكون عارف مين؟ اكسلريشن نقطة ايه. لا ده عايزة صفحة فاضية كده عشان نتكلم براحتنا. انت عايز ايه؟ قال انا عايز، انا رسم لك ديسك اهو وبقول لك هات لي اكسلريشن البوينت ديت، هات لي اكسلريشن نقطة بي، والمفروض ان حضرتك تكون عارف اكسلريشن نقطة ايه. احنا قلنا ما ينفعش اخش في دراسه الاكسلريشن غير لما اكون عارف مين؟ غير لما اكون عارف الاوميجا بتاعت البادي. ده الكلام ده هيخلينا نراجع كده للناس اللي لسه ما ذاكرتش، نراجع على حته كده قلناها المحاضره اللي فاتت. ازاي نجيب الاوميجا بتاعت البادي ده؟ افتكروا كده معايا، ادي الديسك، تعالوا كده نجيب القلم الاحمر. معاك ايه؟ قال لي معايا ان البوينت اللي هنا سرعتها بالمنظر ده وبتساوي 2. عرفتها منين؟ مش كان في هنا جير كان نازل لتحت بسرعه 2؟ يبقى لازم دي تبقى نفس السرعه. ومعاك ايه كمان؟ معايا النقطه اللي هنا سرعتها لفوق بتساوي 6. عرفتها منين؟ برضو كان في جير راك هنا كانت طالعه لفوق بسرعه 6. الكلام ده بيفكرنا انها سبيشال كيس من الاي سي. مش هكرر بقى الكلام. كنا بنعمل ايه سريعا كده؟ كنا بنوصل من هنا لهنا، وبعد كده نرجع نوصل السته بالاثنين. طبعا مش هتتقابل عند السنتر لان في رقمين مختلفين، يبقى ده كده مكان مين؟ مكان الاي سي. ايه ده، هو انت مش قلت الاي سي ما يجيش سيرته في الاكسلريشن؟ طب هو انا دلوقتي بتكلم اكسلريشن، دلوقتي بتكلم ايه؟ بتكلم فيلوسيتي، انا عايز اجيب الاوميجا. لو سمينا المسافه ديت اكس، المسافه الصغيره ديت اكس، يبقى اللي فاضله كام؟ هو ريديوس كان كام؟ كان ربع 0.25، يبقى الدايمتر كله 0.5، يبقى الحته الصغيره ديت 0.5 ماينس اكس. معلش الاكس معايا بتيجي الفا. السيميلاريتي بتقول لي ايه؟ ان ده على ده بيساوي ده على ده، يعني اقدر اقول ان السته 6 6 على 0.5 ماينس اكس بتساوي الاثنين او ال2 ديفايدد باي اكس. الكلام ده ايكوال ايه؟ ايكوال الاوميجا. بالتالي لو احنا خبطنا المعادلات دي في بعضها هنقدر نجيب الاوميجا، هنقدر نجيب الاوميجا بتاعتي. تعالوا كده نغشها من هنا، 16
والاكس، والله الاكس ما تفرقش معايا، بس طالما حسبناها هي 1 اوفر اوفر 8، الاكس ما تفرقش معايا في الاكسلريشن يعني. انا يهمني مين؟ يهمني الاوميجا. طب ويهمك اتجاهها؟ والله ولا يهمني اتجاهها لان انا اعمل لها سكوير. طيب ايه تاني؟ تعالوا بقى نمسك اكسلريشن، تعالوا كده نقطه من اول السطر ونشوف هنشتغل ازاي اكسلريشن. ادي الديسك بتاعي، انا عايز اوريكم الرسمه تاني لحسن تكونوا نسيتوا. اهو شايفين كده الراك اللي هنا نازل لتحت بايه؟ تعالوا نجيب كده القلم الاحمر عشان مش عايز حد ينسى. ليها اكسلريشن بتلاته، وهنا اكسلريشن باتنين. افتكروا معايا عشان هنطير الصفحه دلوقتي، تلاته لتحت واتنين لفوق. طيب انت ليه بتقول لنا الكلام ده؟ تعالوا نرجع لرسمتنا. النقطة اللي هنا، النقطة اللي هنا، تعال نجيب القلم الأحمر، ليها اكسلريشن لتحت باتنين، والنقطة اللي هنا ليها اكسلريشن لفوق بتلاتة. اوعى توصل وتقول لي اي سي في حاجة غلط إن أنا عملتها. اه في حاجة غلط. ايه هي؟ إن أنا قلت إن كل النقط ليها اكس وواي إلا السنتر. طب ما أنت عامل لي واي بس. أقول لك لا، النقطة دي كان اسمها إيه؟ كان اسمها سي. ماشي انا بنسى، تعال نسمي النقطه ديت سي عشان بس يبقى مطابق للحل. سي ودي، انا مسمي سي ودي. يبقى انا هنا النقطه ديت سي والنقطه ديت دي، ما ينفعش اسيبهم كده، كده يبقى غلط. النقطه سي ليها كومبوننت على الواي انا عرفته، لكن ليها كومبوننت على الاكس ما اعرفوش، اسميه اي سي اكس. نقطه دي ليها كومبوننت على الواي اعرفه، لكن ليها كومبوننت على الاكس ما اعرفوش، اسميه اي دي اكس. يبقى انا كل اللي استفدته بس ان انا عرفت كومبوننت من اكسلريشن البوينت. طيب يلا ندرس، يلا بينا. هقول له اكسلريشن دي بتساوي اكسلريشن سي زائد الالفا كروس الار ماينس الاوميجا سكوارد في الار، دي على سي، وهنا كمان دي على سي. تعالوا كده نعد الانونز. الانونز هي اي سي اكس ادي واحد، اي دي اكس ادي اتنين، الالفا والاوميجا معروفين. الالفا والاوميجا معروفين، لا فين؟ مش معروف حاجه، ده مش معروف الالفا، معروف الاوميجا بس. دول كده 3 انونز. طب تعالوا بس نشوف جايز الدنيا تتحل. الاي دي اكس لو كتبتها هكتب ايه؟ هكتب اي دي اكس في الاي زائد 3 في الجي. طب نقطه سي هكتب ايه؟ هكتب ماينس اي سي اكس في الاي واكتب ماينس 2 في الجي. بدا كده الاي بتاعت الدي، ودي كده الاي بتاعت السي، زائد الفا كي، انا ما اعرفش الالفا ده، انا نفسي اعرفه، كروس الار دي على سي. تعالوا كده نشوف من دي على سي، انا همشي من السي للدي، همشي 0.5 عكس الاكس، يعني ماينس 0.5 اي ماينس الاوميجا سكوارد، يعني ماينس 16 سكوارد في نفس الار. هنشطب الكي، الكي مع الاي تبقى جي، وتعالوا نساوي بقى في الجي دايركشن. في الجي دايركشن معاك ايه؟ معايا على الليفت سايد 3 3، على الرايت سايد نيجاتيف 2، ديت هتبقى نيجاتيف 0.5 الفا. جبت مين؟ جبت الالفا. ده جبت الالفا بتاعتي كفاليو، طلعت بكام؟ تعال نشوف كده، طلعت بنيجاتيف 10. طبعا كلمه نيجاتيف ديت يعني عكس، انا اصل انا فريضها انتي كلوك وايز، فيبقى هي كلوك وايز. ماشي، هو انت جايب الالفا ليه؟ ده كل الراجل اللي كان عايزه كان عايز اكسلريشن نقطه بي. ما هو انت عشان تجيب اكسلريشن نقطه بي هتقول لي انها بتساوي اكسلريشن نقطه ايه بعد كده زائد الفا كروس الار ماينس الاوميجا سكوارد في الار. انت هتقول لي كده؟ طب ما خلاص، واحد يقول لي ده الموضوع خلاص كده اتحل الحمد لله. ايه هتعمل ايه؟ قال لي انت عرفت الالفا انها بنيجاتيف 10، نيجاتيف 10 كي. اقول له اه. قال لي والار بي على ايه؟ دي جيومتري. هاجي من الرسمه واجيب، يبقى برضه معروف. اقول له تمام. الاوميجا 16 تمام تاني، والار هي هي نفس الار، بي على ايه؟
طب واكسليشن نقطه ايه يا فالح؟ هتقول لي اكسليشن نقطه ايه؟ مش انت لسه قايل لنا ان نقطه الايه ديت هتبقى قانونها الفا في ار، والالفا معانا والار 0.25 وخلصنا. لا لا، ليه؟ لان الكلام اللي انا قلته دوت لما يكون سيرفيس واحد، لكن هنا ايه؟ تو سيرفيس وكل واحد ليه اكسلريشن. فاكرين لو كان البليت ليه اكسلريشن بتضاف او بت ايه او بتطرح، فانا هنا مش عارف هضيف ولا اطرح لان هما تو بليتس كمان مش بليت واحد. طب ايه الحل؟ يعني معنى كده ان انا لما درست البي الدي والسي وجبت الالفا كده المساله ما خلصتش؟ لا ما خلصتش. هتعمل ايه؟ هتدرس تاني اكسلريشن نقطه ايه بالنسبه للاكسلريشن مثلا نقطه سي زائد الفا كروس الار ماينس اوميجا سكوارد في الار، هتجيب ايه؟ طبعا انت معاك الالفا ومعاك الار ومعاك الكومبوننت اللي من هنا اللي هو في الجي، صحيح اكسلريشن نقطه ايه انا عارف ان هي على الواي لكن مش عارف بكام، وما ينفعش اقول الفا في ار لان في بليتس عليها اكسلريشن. يعني ديت كل اللي هعمله ان انا هقول اكسلريشن ايه في اتجاه الجي، لما اساوي في اتجاه الجي دايركشن هطلع اكسلريشن الايه جبتها، تقوم رايح معوض بيها هنا عشان المساله طولت شويه. تاني هقول ايه؟ ريز اول كده، هرتب بس التفكير. واحد مسكت السرعات 6 و2 وجبت اي سي وجبت الاوميجا ب 16، تمام. جيت بقى قلت اكسلريشن بي بتساوي اكسلريشن ايه؟ هو كان عايز بي زائد الفا كروس الار ماينس اوميجا سكوارد في الار. عارف ايه؟ عارف الار، عارف الاوميجا، عارف الار، الالفا مش معايا، اكسلريشن الايه مش معايا. قمت رايح اعمل ايه؟ واحد يقول لي هتدرس اكسلريشن الايه بالنسبه للنقطه اللي عارفها اللي هي سي مثلا زائد الفا كروس الار ماينس الاوميجا سكوارد في الار. معاك ايه؟ قال لي معاك الار، معاك الاوميجا، معاك الار، السي معايا انها ماينس 2 في الجي لكن الاي سي اكس مش معروفه، مفيش مشكله لان انا ديت عباره عن اكسيشن ايه في اتجاه مين؟ في اتجاه الجي، فانا هساوي الجي بس. لكن مشكلتي كان لسه مين؟ الالفا. اجيب الالفا منين؟ درست السي للدي، اكسيشن سي للدي زائد الفا كروس الار ماينس الاوميجا سكوارد في الار. فدي واحد، دي 2، وديت 3. انت عايز ايه؟ انا اصلا الاصل بتاعي ان انا عايز دي رقم 1. كان مشكلتك ايه؟ لا عارف الالفا ولا اكسلريشن الايه. طب ما تروح تجيبها من الايه للسي، برضو لقيت مشكله الالفا وقفالي، وانت جاي دارس السي للدي، المعادله 3 جبت الالفا، رحت في معادله 2، في معادله 2 جبت اكسلريشن الايه، ورحت في معادله 1 تعويض مباشر جبت اكسلريشن نقطه بي. طبعا الحل هتلاقوه في الصفحه مسلسل بقى، يعني تعالوا كده نشوف. يلا اهي تعالوا نشوف كده، هتلاقوا ان انا درست للسي بالنسبه للدي الاول جبت الالفا اهي، ثانيه واحده جبت الالفا، بعد كده رجعت تاني درست الاي للسي عشان اجيب اكسلريشن الاي، بعد كده درست الاي بالنسبه. طبعا ده حل واحد عارف الحل، لكن انا المفروض ان انا مش عارف الحل، فالمفروض ان انا كنت ابدا بالخطوه ديت ادي رقم 1 فلاقي المساله وقفت، قام رايح لرقم 2 فلاقي المساله برضو لسه ما اتحلتش، قام رايح لرقم 3 فاجيب الالفا واعوض في 2 اجيب الاكسلريشن الاي، واعوض في 1 اجيب اكسلريشن البي. معلش المساله دسمه شويه بس غطت تقريبا معظم اللي انا عايز ايه، معظم اللي انا عايز اقول. طيب فاضل لنا ايه؟ اعتقد فاضل لنا مساله واحده لان انا طولت عليكم في الموضوع ده، تعالوا نشوفها كده. المساله اللي بعدها
ادي الاكزامبل اللي بعده. بيقول لي ايه؟ بيقول لي بولي اللي هي ديت. البولي دي ايه؟ فين؟ اسف دي البولي ايه؟ روتيتس ويز انجلر فيلوستي اند انجلر اكسلريشن شون. هو مديني الاوميجا والالفا بتاعت الايه. وبيقول لي هات لي الاكسلريشن بتاعت البلوك اي. هات لي الاكسلريشن. معلش ثانيه واحده نقفل ديت. تعالوا كده نكتبها كده. دخلت عرفت ايه؟ عرفت ان الاوميجا بتساوي، تعالوا كده هنا، عرفت ان الاوميجا بتاعت الترس ايه بتساوي 40 والالفا بتساوي 5، وهو عايز الاكسلريشن بتاعت نقطه اي. طبعا انا لما هجيب لك مساله مش هسالك من الاخر كده، يعني همشي لك الموضوع واحده واحده. هقول لك الاول هات لي الاوميجا بتاعت ده، بعد كده هقول لك هات لي الالفا بتاعت ده، بعد كده هقول لك هات لي اكسلريشن نقطه ستابس كده، مش هخبطها مره واحده، بس ده عشان اكزامبل احنا بنحله سوا. فايه؟ فبستعرض معاكم الفكره كامله. هنحل دي ازاي؟ تعالوا نشوف الرسمه دي انا وصلت لها ازاي؟ يعني هي مرسومه فجاه كده، بس احنا عايزين نشوف انا رسمتها ازاي. دلوقتي هو كان معايا الديسك اللي انتم شايفينه ده. الديسك ده كان ليه ايه؟ كان ليه اوميجا، راسم لي قوس كده، وقال لي ان الاوميجا اللي هنا بتساوي 40، والترس ده او البولي ديت بريدياس 50 مللي، 50 مللي يعني 0.05. اعرف من دول بايه؟ اعرف من دول ايه؟ اعرف ان النقطه هنا هتطلع لفوق بسرعه كام؟ اوميجا في ار. خلي بالكم ان الترس ده فيكسد عند السنتر، يبقى معنى كده ان السرعه دي اوميجا في ار، الار اللي هي ديت. يعني معنى كده ان السرعه 40 مضروبه في 5 من 100، دي هتدينا كام؟ هتدينا 2. تمام؟ طب كان في ايه؟ قال لي كان متوصل حبل. ادي الحبل اهو. مش الحبل ده مهما كان مايل ليه نفس السرعه؟ يعني معنى كده ان النقطه اللي هنا سرعتها 2 زي دي، والنقطه اللي هنا برضو سرعتها كام؟ سرعتها 2. طيب معاك ايه كمان؟ قال لي معايا الترس ده، الترس الكبير ده ومعاه ريدياس صغير كده، والريدياس الصغير ده، تعالوا كده نجيب الاقلام، السنتر الصغير ده، تعالوا نجيب القلم الاسود، في حبل هنا، والحبل ده ايه؟ فيكسد. لقطناها اهي. طالما الحبل ده فيكسد يبقى النقطة ديت اي سي. يبقى انا عرفت للديسك ده اللي هو كان ديسك اسمه بي، عرفت النقطة ديت اي سي، وعرفت السرعة على الديسك من خلال الحبل انها بتساوي 2. يعني اقدر اقول هنا ان الاثنين هتساوي الاوميجا في بعد البوينت ديت عن الاي سي. بعد البوينت دي كان نشوف انا نسميها سي، يبقى بعد السي عن الاي سي. طب ما انا كده جبت مين؟ جبت الاوميجا بتاعت الديسك اللي هي اوميجا بي. ليه؟ لان الاثنين ده رقم معروف. بعد السي عن الاي سي هو الريديوس الكبير ده، كان مديهولي بكام؟ كان مديهولي ب 125. هو طبعا مديني الريديوس من هنا لهنا ب 125، ومن هنا لهنا ب 50، يبقى كلهم على بعض كام؟ 175. يعني الار ديت هحطها ب 0.175. جبت مين؟ جبت الاوميجا بي. يبقى الاوميجا بي بقت معايا وبتساوي 11.4. كده اقدر اخش الاكسلريشن وانا مطمن، لان انت معاك ايه؟ معايا الاوميجا بتاعت ده ب 40 اللي هي اوميجا ايه، ومعايا الاوميجا بتاعت ده ب 11.4. اخش اكسلريشن ازاي؟ تعالوا نرسم نفس الرسمه. طبعا اوريكم كده الرسمه، طبعا الرسمه اللي انا كنت راسمها مع كوكا شويه. بصوا كده اهو، ادي الاوميجا ب 40، هنا اوميجا في ار اديتنا 2، يبقى دي 2، يبقى دي 2. قمت مطبق على طول الرول، جبت مين؟ جبت الاوميجا بتاعتي بتساوي 11.428. لاحظوا كده ان كان الرقم ده لما اختصرته اخدت كام ديجيت؟ ثلاث ارقام، وده اللي هنمشي عليه لما بنحل
مساله ان احنا ما ناخدش اكتر من 3 ارقام بعد البوينت. طب تعالوا نشوف انا رسمت الرسمه دي ازاي. يهمني قوي بالله عليكم تعرفوا الرسمه دي اترسمت ازاي، لان هي اللي هتحل لك كل حاجه. تعالوا كده نشوف، وتعالوا نرسمها جنب دي. معايا ايه؟ معايا الجير تاني او الترس اللي هو الايه اللي هو فيكسد هنا، وكان بيمتلك المره دي بقى، تمام، كان بيمتلك الفا بخمسه، الفا بتساوي 5. يبقى معنى كده النقطه اللي على الترس هنا ليها كومبوننت الفوق هو الفا في ار، وليها كومبوننت هنا هو اوميجا سكوارد في الار. خلي بالكم المساله دي روتيشن اباوت فيكسد بوينت، يبقى الفا في ار واوميجا سكوارد في ار، اي تانجنت واي نورمال. يبقى انت مش هتجيب سيره الاي تانجنت والاي نورمال غير في حاله الروتيشن اباوت فيكسد اكسس. الالفا معايا والار معايا، يعني الالفا اللي هي بخمسه والار اللي هي 0.05. يبقى انا كده جبت مين؟ جبت الكومبوننت ده طلع بيساوي 0.25. طب تعالوا بقى كده للحبل. الحبل مرسوم هنا بالمنظر ده. افتكروا بقى الحبل ده، النقطه اللي على الحبل هتاخد الفا في ار واوميجا سكوارد في الار؟ طبعا لا. ايه اللي خلاها طبعا لا؟ بصوا كده، النقطه اللي على الديسك بتلف مع الديسك، لكن النقطه اللي على الحبل مالها؟ هتكمل في ستريت لاين، عشان كده هناخد الكومبوننت ده بس. يبقى انا عرفت كده ان اكسشن الحبل ب 0.25، يعني معنى كده ان النقطه ديت برضو ب 0.25. احنا بنحل اكسلريشن. طيب تعالوا نيجي للديسك اللي تحت بقى، الديسك الثاني. ادي الريديوس الكبير، وادي الريديوس الصغير، وادي الحبل بتاعنا اللي هو هنعتبره ان هو ايه؟ فيكسد فلات سيرفس. فاكرين اول سطر في المحاضره ان انت تحفظ لي المكانين دول، تحفظ لي ان لو دي الالفا الفا بي، لو دي كده الفا بي، يبقى النقطه ديت الاكسيشن بتاعتها هي الفا بي في ار. انهي ار؟ تاني الار الصغير، الار الصغير ده اللي هو كان ب 0.05. طب ما معلش، ما انت ما جبتش الالفا بتاعت البي. هنكرر نفس الكلام بتاعت المساله اللي فاتت. شايفين النقطه اللي هنا انا مسميها ايه في الحل؟ مسميها نقطه سي. نقطه سي ليها كومبوننت هنا هو اي سي واي وبيساوي ده، وليه كومبوننت اي سي اكس ومعرفوش. ما يهمش. ليه ما يهمش؟ لان انا هساوي في اتجاه الجي دايركشن. هقول اكسلريشن، تعالوا كده نرجع للي انا كاتبه، هتلاقوني كاتب اكسلريشن نقطه سي اللي هي ديت، بصوا اي سي اكس 0.25 بتساوي اكسلريشن الدي. انا اخدت هنا اكسلريشن نقطه دي اللي هي ديت، زائد الفا كروس الار ماينس اوميجا سكوارد في الار. هو انت ليه اخدت الدي؟ اخدت الدي عشان عارفها، لان اكسيشن الدي هي اوميجا سكوارد في الار والاوميجا معايا. فلما جيت بقى فكيت بقى الكلام ده كله بدون الدخول في تفاصيله، لان احنا قلناها كذا مره، هلاقي نفسي جبت الالفا. وطالما جبت الالفا، واحد يقول لي خلاص هدرس بقى اكسيشن النقطه دي. لا، ما اكسيشن النقطه دي هي نفسها اكسيليشن النقطه دي اللي هي نفسها السنتر اللي هي الفا في ار، وانت جبت الالفا يبقى جبت اكسيليشن الاي. هو انت شويه تقول لنا ان السنتر الفا في ار، وشويه تقول لنا لا لازم تدرس السنتر؟ لا، ركز ركز بالله عليك. انا هنا قلت الفا في ار عشان هنا فيكسد فلات سيرفس. ارجع كده لاول حاجه قلناها في المحاضره، في الحالات لو السيرفس فيكسد نعمل ايه؟ لو السيرفس بيتحرك باكسلريشن نعمل ايه؟ يبقى ملخص بقى الموضوع بتاعنا النهارده، ان انا استخدمت الرولينج زوت سليبنج. تعالوا كده بقى نرجع للانترفيس بتاعنا عشان ننهي المحاضره بتاعتنا. لا، احنا كنا عايزين ديت، بس هنرجع لاول صفحه كده عشان نفتكر موضوعنا، ان احنا رولينج زوت سليبنج اباوت فيكسد فلات سيرفيس. وكنا بنقول
ان احنا درسنا النقطتين دول وعرفنا انهم الفا في ار واوميجا سكواد في الار. بعد كده اشتغلنا ريلاتيف اكسلريشن عادي خالص وجبنا بوينت تانيه، شرحت لكم مسائل لو كان السيرفس فيكسد، لو كان السيرفس ليه اكسلريشن، لو كان الديسك بيتحرك على تو بليتس وكل بليت ليه اكسلريشن، يبقى انا كده ما سبتش حاجه في التوبيك دوت ما غطيتهاش. وطبعا منتظر اسئلتكم على ال ام اس سايت بتاعنا، واي مساله تقف قدامكم ارجعوا لي او ارجعوا للتي اي بتاع السيكشن عشان نجاوب لكم على كل اسئلتكم. شكرا.